مساكم الله بالخير، يعطيكم العافيه. منو سمع فيكم عن برد بالذهب لاول مره بالكويت وفكره كويتيه وطلعت من الكويت؟ برد بالذهب عيار 24، لان الوحيد اللي الذهب اللي نوكل عيار 24، وبيوسف كان يسوي لكم عروض على الذهب، الحين راح تاكلون الذهب. طبعا هذا مو لي، لحد يزلي انا راح احط لكم اكاونتهم وشغلهم ورقم تليفونهم، طلبوا عندهم هم الشباب اختاروني من بين الموجودين ومو قصورا بالموجودين ان اسوي لهم الدعايه. هذه هي دعايه انزين، بس انا قدامكم راح اكل البرد، البرد وايد قوي. عندكم الكيك بالذهب، الكيك في نوعين وفي البرد في 4 انواع انزين. هذا اللي في الطعم اللي هو يكون في الطعم الحامض انا حبيته. طبعا الشباب سائلين، طبعا راح يجينا انت غادات حلال حرام، انت شباب متاكدين انه حلال وصحيا ما في مشكله. كانت قدامكم قاعد اكلها، هذا البرد بالذهب عيار 24 نصر تسواه حق مشاهير العالم، تروح تدفع عنده 10,000 دينار يمكن، هني بخمس دينار تطلبه.